ما قام هذا الدين إلا بسيوف نفوس وأموال مزاطة. كانت تلك مقولة الإمام عبد الوهاب بن رستم ممتنا لنفوس على ما قامت به من جهد في نشر المذهب الإباضي ورفع الضيم والظلم الذي لحق بالمسلمين من جراء ظلم بني أمية وجور ولاتهم في إفريقيا الشمالية. السان غيبة ترواج لن سلان يرجز نديد سيد انتامورتون انتني نتسر طغل جنة سوغلان سماني غدك ممشى نغمت غنشانيك تسرتك غل ربي دي. أزل هذا حسن بوفوس معكم من قسم تولت الإعلامي. ضمن سلسلة الدين أو أسجد بالأمازيغية سوف نعود معا إلى ما يزيد عن 13 قرنا من الآن لنتحدث عن نشأة المذهب الإباضي في شمال إفريقيا عموما وتاريخ وصوله لجبل نفوسة على وجه الخصوص، وسوف نمر معا بأهم الأحداث التي كان فيها هذا المذهب جزءا لا يتجزأ من صنع تاريخ بلدنا العزيز ليبيا. السان غيابة ترواج لن سلان يرجز نديد سيد انتامورتون انتني نتسر طغل جنة سوغلان سماني غدك ممشى نغمت غنشانيك تسرتك غل ربي دل من داد الجورة سماني غد نجم اي تشم لانيك الششوي مسيتلو لمتو في ميجورة سماني غيت خسم ادتي غسانيك دسانيك تامورتو. الحديث عن المذهب الإباضي سوف يضطرنا للحديث عن نشأته الأولى ومنشأ الاسم، فالإباضية أو الأباضية تنسب إلى عبد الله بن إباض أو أباض، وترى المصادر حسب الشيخ عمرو النامي النفوسي رحمه الله أن التسمية كما هو مشهور عند المذهب جاءت من طرف الأمويين، إلا أن الدور الذي لعبه عبد الله بن إباض أقل بكثير من الدور الذي لعبه جابر بن زيد بالرغم من أن المذهب ينسب للأول، والسبب في ذلك على ما يبدو أن الإباضيين ومنهم الإمام التابعي جابر بن زيد لم يكونوا يجاهرون بآرائهم وبالأخص السياسية منها، وكان عبد الله بن إباض يجاهر بها لأنه كان تحت حماية قبيلته القوية آنذاك. ويقول الدكتور عوض خليفات إن المصادر الإباضية تجمع على أن ابن إباض لم يكن إمامهم الحقيقي ومؤسس دعوتهم، وإن كان من علمائهم ورجالهم البارزين في التقوى والصلاح. فما الإباضيون إلا علما لخلفاء الحق منا فعلما وأصله أن فتى إباض كان منافحا لنا وماض مدافعا أعداءنا بالحجة وحاميا إخواننا بالشوكة ونسف من كان فيه. مما تجد الإشارة إليه هنا هو أنه في البداية لم يتبنى الإباضيون هذه التسمية البتة فيما بينهم، ولكنهم على خلاف هذا تبنوا عدة أسماء، منها الاسم المسلمون أو أهل الإسلام أو جماعة المسلمين، فلا نجد هذا الاسم أي الإباضية في أي من مدوناتهم أو كتبهم الأولى، ونخص بالذكر مدونة أبي غانم مثلا تراجع من أول إلى آخر ولا تجد هذه الكلمة، بل حتى في تفسير هود بن حكم الهواري تجد يقول أصحابنا أو أهل الإسلام أو أهل الدعوة إلى آخره، ولكن لا تجد لفظة الإباضية عندهم البتة. ولكن يبدو أن المتأخرين قد تبنوا هذا الاسم، وأول مدون نفوسي وصل إلينا يحمل في طياته هذه التسمية أو يتبنى هذه التسمية هو كتاب الدينونة الصافية لعمروس بن فتح النفوسي في القرن الثالث الهجري. إذن نستنتج من هذا أن التسمية بالإباضية لم يطلقها الإباضيون أنفسهم على أنفسهم، وإنما أطلق عليهم المخالفون ولو اكتسبوها هم أنفسهم من بعد كتسمية أو كنعت. فما الإباضيون إلا علما لخلفاء الحق منا فعلما وأصله أن فتى إباض كان منافحا لنا وماض مدافعا أعداءنا بالحجة وحاميا إخواننا بالشوكة ونسفوا من كان في طريقته إليه لاشتهار سيرته من ذاك لا تلقى له في المذهب مسألة نرسمها في الكتب ونأخذ الحق متى نراه
ليس من السهل تحديد متى بدأ المذهب الإباضي في الانتشار في أوساط النفوسيين في الجبل، ولكن على ما يبدو أن المرجح هو أن النفوسيين انتقلوا من النصرانية إلى المذهب الإباضي مباشرة، كما تدل عليه الكثير من الشواهد التي ينقلها الإباضيون أنفسهم. وهناك الرأي القائل طبعا أن جزءا من النفوسيين تبنوا الإسلام مباشرة بعد الغزوة الأولى لعقبة في السنة 23 للهجرة، وبقوا على الإسلام حتى تحولوا إلى المذهب الإباضي. والرأي الثاني يرتكز على القول أن الشواهد المتناثرة في كتب الإباضيين تدل على تمسك بعض النفوسيين بدينهم القديم وليس العكس، ويستدلون على ذلك بتوسع جيوش عقبة حتى وصلت غدامس، مما يدل على أن هذا التوسع شمل نفوسا، فلا يعقل أن تتجاوز نفوسا نزولا إلى غدامس دون التأثير فيها. بعد إيراد الآراء المتضاربة في الموضوع، يعترف الشيخ عمرو النامي أنه من الصعب تحديد الموقف في أي الرأيين. سلمة بن سعد انتقل من البصرة إلى شمال إفريقيا مبشرا بالمدرسة الإباضية الحديثة العهد بالنشوء، وليس هناك تاريخ محدد من قبل المؤرخين عن وقت وصوله إلى شمال إفريقيا، ولكن هناك مؤلفون إباضيون معتبرون ذكروا أن قدومه إلى القيروان بمعية عكرمة مولى ابن عباس كان قبل سنتي 105 و107 للهجرة. ويربط المؤرخون الإباضيون مجيء سلمة بن سعد بانتشار المذهب الإباضي بين الأمازيغ، وكان من نتائج دعوته في شمال إفريقيا ما عرف من بعد بحملة طلبة العلم الخمسة الذين ذهبوا إلى البصرة على يدي إمام المذهب هناك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي حين قدوم سلمة بن سعد لشمال إفريقيا وجد جموع من الإباضية أمامه، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنسب الإباضية أو ينسب بدء المذهب الإباضي في المنطقة بمجيئه، ولكن يمكن أن ينسب التوسع الذي حصل في عصره لسبب مجيئه. فلقد وجد سلمة بن سعد أتباع له في من ضمن القبائل الأمازيغية من أمثال نفوسة وهوارة ولواتة وزناتة، ممن رأى في المذهب الإباضي الشكل الحقيقي للإسلام الذي لم يهينهم أو يذيقهم المهانة، وحافظ لهم على حقوقهم، وفي نفس الوقت وجدت القبائل الإباضية كذلك عريضة في هذا المذهب لمقاومة حكم بني أمية الغاشم ومن بعدهم حكم العباسيون. يبدو أن هذا الكلام فيه الكثير من الصواب وتؤيده الكثير من الشواهد، وأقواها هي الرحلة التي قام بها محمد بن عبد الحميد بن مغطير الجناوني من قرية إجناون بجبل نفوسة، والتي تعتبر أول رحلة إلى المشرق للتعلم قبل رحلة حملة العلم الخمسة وقبل مجيء سلمة بن سعد أصلاً، حيث درس الجناوني على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ويرى الشيخ عمرو النامي النفوسي رحمه الله أن المذهب الإباضي أو الآراء المبنية عليه كانت موجودة في جبل نفوسة قبل أن يجيء سلمة بن سعد إليه، ومما يؤكد هذا الاحتمال هو ذهاب ابن مغطير الجناوني للبصرة لتلقي مبادئ المذهب قبل مجيئه. أبابا المذهب أجاب رجلون ديتالا إمنزان محمد ونشان أمم سني بعض سسيف جد الدمشت سيسم توسني مزنان ودسان أبابا عبيدة يا ربان يرجزم تسناي بيدول سيس عزم الغران الرابع عجرون إيوال ننوسر دلي وننتوت المغرب دعمان أطروا مرصف. حملة العلم هم ثلاثة شبان من إفريقيا الشمالية: إسماعيل بن درار الغدامسي
وأبو داود النفزاوي وعاصم السدراتي برفقة عبد الرحمن بن رستم وعبد الأعلى بن السمح المعفري، قطعوا الفيافي والجبال وتجاوزوا البلدان والأصقاع حتى وصلوا إلى أرض العراق، وقصدوا أبا عبيدة مسلم بن أبي كريم في البصرة ليتلقوا على يديه العلم، فدخل اسمهم إلى الأبد ضمن السلسلة الذهبية للمذهب الإباضي. بجهود حملة العلم تأسست دولة إباضية في شمال أفريقيا، كانت أول دولة قد تأسست في شمال أفريقيا، وكانت ببيعة طلبة العلم الخمسة لأحد هؤلاء الطلبة، وهو الإمام الأول أبو على الخطاب عبد الأعلى بن سمح المعافري، وقد بايعه أصحابه في منطقة صياد وهي قريبة من جنزور الحالية سنة 140 هجرية. صياد هي قريبة على طرابلس، يعني مش بعيدة عنها بكثير، ولعبت هذه الدولة دورا هاما في سياسة المنطقة ولو كانت في فترة قصيرة في أيام حكم العباسيين. وبعد فشل قيام الدولة الأولى قام أحد تلاميذ أبي عبيدة وهو أحد طلبة العلم كذلك عبد الرحمن بن رستم بتأسيس الدولة الإباضية بتيهرت، والتي استمرت هذه الدولة استمرت 120 سنة، وسنخصص لها بحث خاص في المستقبل، وكذلك سوف ننشر عنها كتاب علاقة جبل النفوس بإمامة تيهرت قريبا. يبدو أن الحركة العلمية التي أسسها طلبة العلم كانت لها دافعة قوية لدى نفوسة في العصر الإسلامي الأول، وتدل عليها بعض النصوص المنقولة إلينا. يقول البغتوري في كتابه القيم أعلام جبل نفوسة المؤلف سنة 599 هجرية: بلغنا أنه جاز زمان على جبل نفوسة فنشأ فيهم العلم، حتى لا يحتاج منهم منزل إلى منزل في مسألة إلا من طريق الأدب والورع، فإذا نزلت مسألة في لالوت دارت منازلهم إلى تغرمين، فإذا نزلت بتغرمين دارت إلى لالوت، ثم ترجع إلى المنزل الذي نزلت فيه فيفتونها، وذلك من كثرة ورعهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في أنفسهم. تعد الحياة الفكرية والثقافية من الجوانب التي أولاها النفوسيون والإباضيون عاما اهتماما بالغا، ولا نبالغ إذا قلنا أن علماءهم أبدعوا في شتى الميادين، في لدينا من المخطوطات في علم الهندسة، في التنجيم، في الفقه، في الحديث، في الشريعة، في جميع المواضيع المتعلقة بالحياة، بل أن مخطوط نادر كذلك في الطب، ولكن بالخصوص كان كتابتهم وإبداعهم كثيرة في المجال الديني. ومما يدعم كلامنا في اهتمامهم بالجوانب الفكرية والثقافية هو الموروث الضخم من المخطوطات الموزعة بين المكتبات الإباضية في جبل النفوسة أو النفوسية المهاجرة من أمثال مثلا البارونية في جربة، هي عبارة عن مكتبة نفوسية هاجر بها الجربي إلى تونس. ويذكر الأستاذ مصطفى بن الحاج بكير في بحث عن المخطوطات الإباضية أن نسبة المخطوطات الإباضية المؤلفة من قبل النفوسيين وأهل جربة تصل نسبتها إلى 60% من مجموع المؤلفات الإباضية على العموم، نسبة كبيرة جدا، 60% من مجموع المؤلفات الإباضية على العموم. جمة الغنم طاب مجناها دوحة العلم فحرياها، جمة الغنم طاب مجناها فاقطفوا وجنوا وادعوا الله، دام سقياها دام سقياها دوحة العلم. برز العديد من العلماء والفلاسفة والفقهاء والشيوخ وحفظة القرآن بجبل نفوسة،
بحيث لا يمكن حصرهم في عجالة كهذه، ولكن يكفي للتدليل على ما قامت به نفوسة من جهود في نصرة هذا الدين أن أكبر ديوان بيد الإباضية اليوم هو ديوان الأشياخ، وهو من صنيع 7 من رجالات نفوسة في 25 مجلدا. ولا ننسى طبعا مؤسس نظام العزابة البديع النفوسي الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر النفوسي، ومن كبار علماء الإباضية الشيخ الفيلسوف أبو إسماعيل الجطالي رحمه الله صاحب المؤلفات البديعة الذي قرن بالحسن البصري والغزالي في علمه، ويسميه الشيخ النامي فيلسوف الإسلام، ومنهم العالمات الحافظات من أمثال نن مرن ونن زرغ وتبركنت وغيرهن كثيرات، ومنهم أول حفاظة كتاب الله تعالى الشيخ الحافظ الجليل عمرو بن يمكتن النفوسي، ومنهم الأئمة المغاوير من أمثال أبي حاتم الملزوزي وأبان بن وسيم الويغوي النفوسي والعباس بن أيوب بن العباس وعبد الله بن مسعود الجيبي وأبو محمد عبد الله بن الخير الونزريفي وغيرهم كثير. أهلا بكم ومرحبا يا سادة الأمجاد، أهلا بكم ومرحبا يا سادة الأمجاد، شرفتمونا بالحضور يا سادة الأمجاد. للإباضية بدون شك الفضل في الحفاظ على اللغة الأمازيغية بجبل نفوسة، فها نحن نراهم يؤلفون ويصنفون باللغة الأمازيغية، وبالرغم من ضياع الكثير من مؤلفاتهم إلا أننا لازلنا نتحصل على الكثير من هذه المؤلفات اليوم من قواميس ومعاجم ومؤلفات فقهية ووثائق شرعية. يكفي الإباضية فضلا أنهم تركوا لنا الكثير من أخبار الأولين من سواء في جبل نفوسة أو المناطق الأخرى التي كانت فيها الإباضية حية وقائمة، من أمثال غدامس ونواحي طرابلس وفزان وغيرها. يكفيهم الفضل أنهم تركوا لنا أخبار في أدق الأمور وبأدق التفاصيل، بل تركوا لنا أخبار عن المراحل السابقة للإسلام بقصد أو بغير قصد، تركوا لنا معلومات كثيرة جدا ونحن لازلنا نستفيد منها إلى يومنا هذا. فالشكر بلا شك يعود للمؤلفات الإباضية في الحفاظ على تراثنا وتاريخنا وكذلك لغتنا الأمازيغية. صوغ السر قاس، صوغ السر قاس، صوغ السر قاس. الحديث عن الإباضية يطول ولا نستطيع أن نجسه في حلقة واحدة، ولذا قررنا أن تكون هذه الحلقة عن نشأة المذهب الإباضي وتاريخ دخوله لجبل نفوسة، وفي الحلقات القادمة سوف نتحدث عن أهم مبادئ المذهب الإباضي، المبادئ العقدية والمبادئ المنهجية السياسية، و سوف تكون هذه الحلقة بعد حلقة نتحدث فيها عن نشأة المذهب المالكي وتاريخ وصوله لليبيا ولجبل نفوسة على وجه الخصوص، وسيسمح لنا ذلك بالمقارنة ما بين المذهبين والحديث في الحلقة الثالثة عن المذهب الإباضي من وجه المقارنة الفقهية والعقدية مع المذاهب الأخرى. ولكن الآن أثرت أن أقدم لكم مجموعة من مقالات كبار كتاب مسلمين عن ورأيهم عن المذهب الإباضي. يقول سيد قطب: ورأينا الذي نرجو من ورائه الخير للمسلمين ألا يكون الخلاف المذهبي سببا للخصومة والفرق بين طوائفهم، وبخاصة إذا لم يؤدي إلى تكفير أو قتال. ومن حسن الحظ أن في فقه الإباضية وأصول ما ذهبوا إليه من المرونة ما يسمح بالتقائهم مع غيرهم على ما يصير به المسلم مسلما من أصول الدين وقواعده الأساسية فيما نعلم، وفي ذلك الكفاية. ويقول عبد العزيز بدوي مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف:
هذا المذهب ليس مستحدثا، وإنما نشأ أصلا على القواعد الصحيحة مدعما بالأصول الواضحة الثابتة، فبالنظر والتتبع لا يوجد في فقهه ما يخالف الكتاب والسنة النبوية ولا عموم الأصول التي اتفق المسلمون عليها. ويقول عمر صالح في كتابه دراسة في الفكر الإباضي ما نصه: والظاهر أن كتاب المقالات ما كانوا أمناء فيما كانوا يقولونه بحق الفرق، وأنهم لم يطلعوا قط على فقه الفرق اطلاعا كافيا يسمح لهم بالخوض فيه. السان غيابة ترواتش لن تسلان يرجز نديد سيلن تامورتون النتني نتسر تغل جنة سوغلان. كنتم مع أسجد الإباضية سماني غدك ممشى نغمت غنشانيك تسرتك وغل ربي دل من دل إعداد محمد أمادي. قراءة النص حسن بوفوس من إنتاج مؤسسة تولت الثقافية بالتعاون مع شركة فوز فيزيون. سماني غد نجمم أي تشميلانيك الششوي مسيت لولم توفيمي جورا سماني غيت خسم أدتي غسانيك دسانيك تامرتو